بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البشريات في نفوس أصحابه لما يأتي رمضان، وكان الصالحون يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان لما فيه من خير، لما فيه من نفحات، لما فيه من نسمات. أولا، هذا الشهر الكريم هو فرصة للتحلل من التبعات، فمن أراد أن يصوم حق الصيام فعليه أن يتحلل من كل التبعات. والمقصود بالتبعات حقوق الناس، اللي عنده شيء حق نتاع الناس متعلق في ذمته فليصفيه قبل رمضان. ولهذا كانوا لا يجرؤون أن يصوموا وفي قلبهم مثقال ذرة من حقد أو كره أو بغض للناس. فالإنسان لما يجي رمضان فرصة أن يتحلل من كل التبعات ومن كل آفات القلوب. الأمر الثاني، لا بد أن نغتنم من النفحات. رمضان أيامه كلها نفحات ربانية وكلها نسمات إلهية. ألا تعلمون أن في كل ليلة عتقاء لله عز وجل من النار؟ قال: وذلك في كل ليلة. فليحرص كل واحد منا أن يكون ممن أعتق في هذا الشهر الكريم. اجعل في رمضان شعارا لك هذا العام، وقل: لن يسبقني إلى الله أحد. اجعل شعارا لك: لن يسبقني إلى الله أحد، وليكن شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى. واجعل شعارك أيضا أن رمضان هذا هو آخر رمضان تصومه، فاحرص على الإتقان، واحرص على الجودة، واحرص أن تصوم صياما كاملا، اللي هو صيام الخالص واللي هو خاصة الخواص. إن هناك صيام العامة أكل والشرب فقط، وهناك صيام الخاصة زيادة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، يصومون بجوارحهم، تصوم عيناهم وأذناهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وهناك صيام خاصة الخاصة، وهو صيام القلوب من التعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى. فليكن رمضان فرصة لنا جميعا عن الانطلاق إلى هذه الآفاق وإلى التعرض إلى هذه النسمات الإلهية من خلال الدعاء والتضرع، ومن خلال الجود والبر والإحسان. جعل برنامج لك في رمضان، قال: عندي برنامج بيني وبين الله، صلوات والحفاظ عليها، القيام والتضرع لله والتهجد. أضف إلى ذلك الجود والبر والإحسان، فرسول الله كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. واعلموا أن الأجر مضاعف، وأن الثواب مضاعف، وأن النافلة في رمضان كالفريضة فيما سواه، وأن الفريضة في رمضان 70 فريضة فيما سواه، وأن درهما تنفقه في سبيل الله يضاعفه الله لك إلى 70 إلى 700 ضعف كما صح في الآثار. إذن رمضان هو فرصة للتجلي واغتنام النسمات والتحلل من العقبات وإلى بلوغ الغايات. إحنا غايتنا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، وأن نكون وإياكم من العتقاء. ونحن في منتصف شهر رمضان، من فرط فيما سبق فليتدارك فيما بقي. والعبرة بكمال النهايات لا بسوء المنطلقات. من كانت انطلاقته ضعيفة وفرط وضيع وقصر، قل: ما زال فرصة أمامك لا تضيعها. هذه الفرصة اغتنمها من خلال حسن الثقة بالله والتواصل مع الله، ومن خلال حسن الجود والبر والإحسان. لا تترك فرصة إلا واغتنمها. ونحن على أيام سندخل في العشر الأواخر، وما أدراك ما العشر الأواخر؟ لها برنامج خاص في حياة العارفين والصالحين. العشر الأواخر فيها ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم وهو المحروم، ومن وفق إليها فقد نال خيرا كثيرا وأجرا عظيما. بليلة واحدة فقط يمكنك أن تدرك عبادة ما يزيد عن 83 سنة. قال ربي: هي خير من 1000 شهر. إن شاء الله سنخصص كلمة في قضية العشر الأواخر في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر حقيقة الصيام، وممن يقومه حقيقة القيام، وأن يكون إيجابيا نافعا لنفسه ولأسرته ولأمته ولوطنه. والحمد لله رب العالمين.